السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اليوم عندي لكم فيديو من حمام البيبان. ربي إن شاء الله يحفظكم ويستركم خوتي. الطريق هذه طريق شرق غرب. اليوم راني جاي من وهران. كل خطرة ندير لكم مقطع فيديو على منطقة ربي إن شاء الله يحفظنا ربي الجزائر من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. اليوم راني درت لايف في البوليدة. ربي قدرنا ان شاء الله مرة على مرة ندير لكم لايف تتمتعوا به ونتناقشوا خوا. اي انسان يعني حب يعرف حاجة ولا يشوف بلاده ولا المهم ربي ان شاء الله يقدرنا ربي العالمين ونجيب لكم جديد ان شاء الله. هنا راني راح نخرج من حمام البيبان وندخل المنصورة العقبة تاع المنصورة. ربي قدرنا ان شاء الله نطلع العقبة هذه ان شاء الله يا ربي، وقدرنا ربي العالمين على فعل الخير. خوتي راني داير واحد المبادرة تاع غرس الاشجار، ان شاء الله تشاركوني فيها. وان شاء الله اي انسان يعني حاب يعني يفعل الخير يشري شجرات ويغرسهم عنده أجر كبير صدقة عليه وعلى والديه وعلى الجزائر كاملة. خاوتي الشجرة راه فيها يعني أجر كبير عند ربي سبحانه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لو كان تكون في يدك شجرة راح تغرسها وتكون راح تقوم القيامة كمل غرسها، يعني الدليل أنها راه عندها أجر كبير عند ربي سبحانه. والشجرة خاوتي راهي تساعدنا يعني في التنفس، تساعدنا في البيئة، يعني تنظفنا الجو، يعني فيها منفعة كبيرة. حتى يعني كي تشوف حاجة خضراء وتشوف حاجة، شوفوا الله يبارك، تكون بلايس فيهم الأشجار ربي إن شاء الله يجيب لنا الغيث البلاد إن شاء الله يا ربي، من الشمال للجنوب. الأرض راهي عطشانة ومن الشرق للغرب. هذه هنا يا ولاية برج بوعريريت، والله بلاصة في القمة نحب نصور هذه الأماكن. شوفوا هذه الجبال الله يبارك ما شاء الله في القمة. ربي يحفظنا الجزائر إن شاء الله. مر ندير لكم هنا يا فيديو، بصح درته في الطريق القديمة، طريق الجزائر تيزي قشيشن. من هي هذوك نعقبوا عليها ان شاء الله ونعتها لكم. انا هنا يا راني طالع العقبة، وهذو اللي راهم يدولوا فيا راهم فراغة. شوفوا كيفاش يتمشاو، يعني عادي. انا راني نتمشى هنا 51 50 52 وهم يتمشاو 80 ولا اقل شوية. هذه الطريق هنا راهم دايروا كان الريزو ما كانش، راهم دايروا لونتانات هذه اللي راهم قدامكم، يعني الله يبارك. ولا الطريق هنا يا ما يقطعش الريزو خلاص. نوصي خاوتي دائما في التأني سلامة وفي العجل، لأن دام الإنسان يمشي بعقله ويقار يصلي ويمشي يفيري في الكاميون تاعو، يفيري في المركبة تاعو، كانت سوا سيارة ولا شاحنة ولا، يعني لازم الإنسان يساعد روحه في الطريق، وخاصة الناس اللي تمشي المسافات الطويلة. لازم الإنسان مرة على مرة يدور يشركل فيه الدم شوية في رجليه. والله خطر أنا رحت لوحدة الطبيب قال لي لازم الإنسان علق اللي يتمشى 200 كيلو 100 كيلو يقاري يدور. قال لي أنت وش تسوق؟ قلت نسوق في شاحنة. قال لي الله يبارك. قال لي ماذا بك وليدي؟ مرة على مرة قاري اضرب دورة بالشاحنة تاعك، اول حاجة تفقد الشاحنة تاعك. ولقيت عنده الحق، والله دائما نديرها، يعني حاجة مليحة تتفقد الشاحنة تاعك، وفي نفس الوقت ترتخي العضلات نتاعك، يمشي الدم يسركل في رجلك شوية، يعني مليحة ياسر انه الانسان يدير الدوريات هذو على الشاحنة تاعه، والله يهبط يضرب دورة كما احنا لو طرودنا ما تقدرش تحبس. والله ماذا بيا نطلع لكم العاله اللي فوق ليه ونصور لكم لوطورود، بصح كاين امور للانسان. شوف شوف تروازيام بوزيسيون مسكين وراها رايح، الله ربي يهدينا برك.
هذا هما الناس اللي يدير الكوارث يعني، وكم يجع شريكة وعدم بعد كي يشدوه ويقول يبكي أو تتهور مش مليح، وخاصة يعني شاحنة ما معهاش اللعب، ما مش الإنسان يعني باش شاحنة يغلط يخلص وحملوك المسؤولية كاملة تاع وسرة. الإنسان كي يروح لداره بخير وعافية هذيك هي الرحمة، هذيك هي البركة، هذاك هو الصح. سبحان الله العظيم، يعود الإنسان والناس تهز عليك نظرة مش مليحة، وخاصة أصحاب الشاحنات. أنا ما نحبش نمد صورة مش مليحة على سائق الشاحنة، ماذا بي سائق الشاحنة يبقى كالنجمة يعني في السماء. سبحان الله العظيم، الإنسان يمشي تروازيام بوزيسيو وراه رايح، هنا أنا قادر هنا نطقو 300 بصح هو مبعد، هو قادر اليوم نسلك بصح يجي نهار لي تقبض. إنسان مشارجي وكلها مشارجي شور شارج وكلها راه منقصين فرانات، وكلها بعد شر تلقى أكسيدو قدامك، تلقى باراج، تلقى رادار، تلقى واحد مهبول في الطريق، تلقى مواشي. رانا ماناش في بلاصة اللي مسكرة نقولو ما يجيك حتى واحد، والله إنسان يدير في الرالي ولا يدير في الكورس. لازم الإنسان خاوتي يساعد روحه، وما تساعدش روحك ما يساعدوكش الناس، ما كاش لي رحمك. القانون يا خاوتي في ذا الوقت، راه عيط لي واحد صاحبي، اقول لك عيط لي كوبي عليهم بعد نعاود له. هنايا رانا خرجنا من الحدود نتاع البويرة ودخلنا لولاية البرج. الف تحية وتقدير الناس البرج كامل كبير وصغير، ربي ان شاء الله يحفظكم خاوتي وربي ان شاء الله يستركم. خاوتي هذا زيد غير يرقد، مانيش عارف نولي نرقد انا وياه في الطريق. ايه هنا يا راني جيت ندوب لي شفت مان هاوي اللي جاي، ما نقدرش نخرج نديرو نجيه ونعطلو وما كان له. الله يبارك ما شاء الله مشرجي، ربي يوصله بخير وعافيه ان شاء الله. انسان خاوتي كي يجبد الاشاره تاعو ويشوف الناس وراه وراح يعني يحرج الناس اخرين، اول حاجه قادر تخرجوا للتروازيام بوزيسيو، ثاني حاجه قادر يدخل فيك من اللور، ثالث حاجه قادر يعني اي حاجه تصرى لك. ما الانسان يكون انسان صبور، يكون انسان خلوق، يكون انسان يعني عنده حب الناس، يعني حب الناس، ما يكونش انسان اناني يعني حب غير صلاحه. ها انا طريق راهي فارغه، نقدر انايا نخرج ندوب ليه، لكن نقدر ندوب ليه مانيش عارف. هنا يا من هنا وروح تبدا منحدر، ماشي منحدر كبير بصح. يقول لك هنايا استعمال مكبح المحرك اجباري. ها حافله تروازيام بوزيشن تقدرش تلوم حتى واحد. من هنا وروح يبدا المنحدر اللي قلت لكم عليه تاع المنصوره، هذا منحدر ومن بعد نوليو نطلعوا العقبه. ماهوش منحدر قوي هذا، بصح الانسان يساعد روحه على قد ما يقدر، ما يقولش انسان راني راك في حاجه جديده، ولا تقول راني راك في سياره جديده 2020 ولا 2020 ولا 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 2022. الانسان يا عمي محمد انا ما منحل عليه، ما كانش الريزو اللي يسمعني ما نسمعه. الطريق في القمه، ربي ان شاء الله يحفظنا بلادنا، وربي ان شاء الله يحفظنا الجزائر من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. يعني الانسان خاوتي نحافظوا على بلادنا، وخاصه النظافه، النظافه من الايمان والاوساخ من الشيطان. خاوتي الانسان رانا يعني مسلمين نورمال، ما نحكيش على النظافة خلاص. خاوتي الدول الأوروبية علاش تطوروا؟ الدول الأوروبية تبعوا المنهج تاعنا في القرآن، يعني تبعوا القرآن تاعنا وتبعوا الدين تاعنا، مش يعني أنهم ولاو مسلمين ولا تبعوا، لقوا فيه فايدة، لقوا فيه فايدة، طبقوه في النظافة، طبقوه في الأمانة، طبقوه في الصحة، طبقوه في الآخر،
بصح خرجوا خير منه هما، خرجوا خير منه هما، هما يعني في المظهر يعني في الما يعني تروح لبلادهم الله يبارك تلقاها كاملة نظيفة. علاش تبعوا هما يعني الطريق الصواب؟ النظافة، النظافة راه من الإيمان والأوساخ من الشيطان خاوتي. ما يعودوش يعني اليهود خير منا حنايا، أنا على بالي حنايا مسلمين ونسبقوا الوضوء خمس قطرات الله يبارك وما شاء الله، بصح البيئة تاعنا، المظاهر تاعنا، السلوك تاعنا، هذه هي الطريق القديمة اللي قلت لكم عليها. هذه هنايا طريق النجدة اللي دخلوا بها هنايا في الشر عليكم، وبعد كيروحوا لفرانات. هذا هو البلاصة اللي ماهم ندير فيها فيديو، هاي اللي هي كيما الجبل هذاك اللي تحتها بطل الواد هذاك درت فيها فيديو، والقنطرة الكبيرة اللي دائما نوصل تحتها هاي بالليل. هذه هنايا حمام البيبان، يعني والله بلاصة في القمة الله يبارك ما شاء الله. شوفوا هذيك الجبال، شوف كرم دايرة، شوف ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله العظيم، يعني والله في القمة، ربي يبارك ويحفظنا الجزائر إن شاء الله. ضفت بين الطريق القديمة هاي واللي تحت هذيك هي الطريق القديمة اللي ما بدنا ندير فيها فيديو، واليوم هذه محطة حمام الجبال. شوفوا هنا الجبال ترى مخدومة الله يبارك، يعني سبحان الله العظيم. الطريق القديمة هاي واللي هذه دير رونبوال، هي تولي تطلع لوطورود وما بنهبط عليها، لكن انتي جاية دائما نروح من هنا. يا شوفوا والله بلاصة ولا أروع، ربي شاء الله يحفظنا بلادنا. والله هذو البلايص نورمال ما يديروا فيهم أماكن للراحة وين تقاري الناس وتمتع بالمناظر الخلابة هذه. والله جبال في القمة، شوفوا خاوتي ليه خلاص بالدير ما شاء الله. هذه هي الرومبو اللي راه اون فاس ليكم في الطريق ليه، هذه هنايا محطة حمام البيبان. وهنايا الجبال كامل يبان، وشوفوا الله يبارك. خوتي اليوم صادفتني واحد الحاجة، لقيت واحد اومبا نحبست له وشي هو رقد الكاميو فيتاس، قال لي نساه ولا مانيش عارف، المهم ليسونسيال رقدو فيتاس، خلى الكاميو فيتاس رونو نورمال، نساه فيتاس ومن بعد لصقلو الفيتاس مع لابواط صباح كي يجي ينوض عنده واحد المانو ما يقدرش ينوض، الكاميو بلوكي حتى ويروح المانو هذاك يدير له واحد السلك او باش ينوض الكاميو، الكاميو كي ينوض ينوض فيتاس نوض لاصق، لازم ينحيلو الفيتاس،
العفسة باش وجاي في واحد البلاصة باش دير له الريح كاينين حنايا ساعة ساعة ويبلوكي الكاميو ولا خلص لك الريح ما تفوقش به يبلوك يرقد لك فيتاس من بعد ما ينوضش كي تضرب ديمارور انت الميموار تقراه باللي راه فيتاس يولي ما ينوضلكش كيفاش الطريقة اللي ديرها له كيما الرونو نحكي لكم على الرونو بصح اما هذا كيما هذا لازم ندير له الريح ما تشقاش حتى بحاجه باش تنحي له الفيتاس تاعك لازم الريح كي يطلع الريح تقدر تنوض يقبل لك ذاك الساعات هو ينوض وحده تولي تنحي الفيتاس وينوض لك اما الرونو فالرونو مثلا وتجيك في بلاصه صدفه ولا اوتورود ولا بلاصه في كراج ولا اللي ما تقدرش تدخل له الريح ويرقد لك طلع شوف البلاصه اللي راه مبلوكي عليها طلع الروض على الكريك طلع الكريك وتشوف معك واحد من بعد كي تطلع الكريك تدور هذيك الروضه هذيك تدورها تولي تدور مع البواطه مع الموتور تما هما خير مكروشين مع بعضهم مع مجرد انك منين تدور تحرك نقولوا كانك مشيت الكاميو كي تعود يمشي الفيتاس يتنحى الفيتاس ما يبقاش لاصق منين يحرك لك الروضه تولي تجبد الفيتاس يطيح بامور من بعد تقدر تنوض هذه هي الطريقه المليحه يعني وانا اديتها الخبره هذه من طفل صغير والله ما هو من كبير الله يبارك ما شاء الله انا كنت نعرف طريقه تاع الريح بصح بالمده والخبره لقيت واحد الطفيل ثاني يدير فيها قال لي ودي تهزو على الكريك وتنحي الفيتاس تاعك ما انا حبيت نوريها لخاوتي يعني الانسان كي يطيح اون بان ويكلي له الكاميو بالريح وما فيش الريح وما حبش يتنحى له الفيتاس هز الروضة تاعك على الكريك لا دروات ولا لا كوش لا عاد لاصق بلا دروات هز لا دروات ولا عاد لاصق بلا كوش هز لا كوش دورها شوية نحى الفيتاس تاعك واتكل على ربي نوض هذه هي خوتي ونستفادوا من بعضنا هذو الحوايج هذو اللي انا نديروا فيهم باش نتوعاو باش نثقفوا باش نعرفوا باش نفيدوا خوتنا باش يعني ربي ان شاء الله يقدرنا ربي العالمين ونجيب لكم جديد وربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظ خاوتي من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب ونحيي خاوتنا اللي راهم في الهجره والناس اللي راهم مغبونين على بلادهم والناس اللي راهم مرضى ربي ان شاء الله يشافيهم ويعافيهم عاونونا خاوتي باللايك وبالجرس وبالكلمه الطيبه وبالتعليقات نتاعكم الجميله ربي ان شاء الله يحفظكم باش تكبرنا القناه والله العظيم هذه الايام ان شاء الله راح تدخل 33,000 ربي ان شاء الله يحفظكم ويستركم وهذا يعني الفضل يرجع لخاوتي المتابعين توعي الاهلي يعني الناس اللي راه تتبع فيها يعني هما بالفضل هذه هما اللي طلعوا القناه وهما اللي يعني خلونا نعرفوا ناس وهما اللي حلونا عينينا هما الله يسترهم والله يحفظهم ونقدرهم كامل كبير وصغير يعني الله يسترهم يعني حتى بنات والله يعني امهات والله يعني اباء والله يعني ربي ان شاء الله يجازيهم ويعافيهم وبارك الله فيكم والله يستركم والله يحفظكم على الايجام اللي راكم ديروا فيها عليكم وانتير تاعكم الطيبه وربي ان شاء الله يحفظكم ما نطولش عليكم خاوتي والسلام عليكم ورحمه الله.